عاوز ايديه بطياب بشكل تكون فتحت بيوك الدولاب يا ست الدولاب كان مفتوح جاهز وبعدين الجدع هيمشي اسمع فضلك ايوه فضلك الشنطه اللي كانت هناك دي بتاعتك ولا بتاع الراجل اللي جري دي بتاعتي انا يا فندم بس هو كان سارقها وفيها ايه فيها اوراقي الخاصه فندم ممكن اشوفها اوي حاضر استنى عندك هضرب النار يا حاضر نعم انتوا جاهزين نجهز لمين علشان النصابين والمهربين والحرامية نعم شوف اما اقول لك الناس بتكتر ولما الناس بتكتر معاها الناس الوحشة عملتوا حسابكم نعمل حسابنا على ايه علشان تقبضوا على الناس الوحشة اللي بتكتر امشي يا راجل يا مجنون امشي حاضر انا همشي بس انا عملت اللي علي وبعد كده ما تزعلوش مني يلا شوف شغلك امشي الحمد لله سنة. اهلا يا ملعون الف مبروك الله يبارك فيك يا ملعون ايه رايك في العبور جو. إلا مفيش أخبار عن رجب يا أبو العمدة يا سلام أنت يا حلوة أنت يا صنيورة يا دهي يا دهي يا حلوة أنت بتندهلي أيوة بندهلك يا حلوة بلبل بيه راح يكلم شرطهم بيه في اللفلفون حياتك تستعوجيه اللي كان قاعد معاك هنا هوت ايوه اللي كان قاعد معايا هنا هوت لو كان حصل بينكم كلام تاني ده خرج خرج كيف يعني راح فين مش هروح روح وانا وانت يعني ما قالكش حاجه عشاني قالك ايه قال اخد منك الحساب كله يا لهوي بقى الحساب كله منين ايه ما معاكش لا ما معليش ده انا غلبان حسنين حسنين ادالوا البوليس بوليس لا بوليس ولا دياولو والحساب كام هتدفعوا ايوه هدفعوا قول الحساب كام 40 جنيه و35 قرش واخ يعني ولا تهنوش بلدياتي وخلي الباقي على شانك روح يا شيخ الله يستر عرضك يا سلام لا سمح الله لا سمح الله وانت على الناس الحلوين دول قول لي عمين هو سرق منك كام سرق كام وانا حلت حاجه ده انا على باب الله خرب بيتك يا بلبل ده طلع مقلب ايوه مقلب ده بغور بقى كان معشمنا بالصنوره الحلوه دي بلدياتي هو سوق الاخضر منين صباح الخير صباح الخير انا مش عارف اودي وشي منك فين ولا يهمك ايه حكايه النوم اللي بتجيلي دي انا لازم اروح الاستقبال طب معلش انا هوديك للدكتور وهعالجك وكل حاجه بس تعالى افتح مفيش مش عندك؟ نعم مش لا معلش امال فين العيش؟
وليه العش؟ يا هل ترى مين اللي جه دي؟ هيكون مين؟ لازم البواب. ابا قال لي بنتك؟ ايه؟ تحيش بسرعه ليه؟ في ايه؟ محمود قوي كده ليه؟ اللي يشوفك بيقول انك بتغير عليا. وما غيرش ليه؟ ها؟ وتغير ليه؟ حبيبي الله الله يا عبد الله، ده انت طلعت معرفي، ده انا طلعت حته الكرودي. انا هفهمك يا رب. هتفهميني ايه؟ وانا اقول لك ساعتها هو ما جاب لك ايه السيري؟ تقولي لي سيري ايه؟ ده انا نطخ رجب. كويس قوي قوي ان انا قابلتك. وانا كمان. فين الفلوس؟ فلوس ايه؟ ما تنسى بقى يا راجل انت. طب فلوس عبد العال فين؟ طلع يا مولاي كما خلقتني. انت ايه اللي جابك هنا؟ رجب بقى يا صاحبي مالكش دعوه. ايوه احنا بقينا اصحاب كده اهو. طب والله ونعم النسب. طب استاذن انا بقى على اذنك. استاذن تروح فين؟ انا عايز فلوسي والا هلم عليك امه لا اله الا الله. لم؟ ايه ده انت بتتجوز عليا؟ رجب ما تتعبش نفسك معاه، ده مش بني ادم مفيش منه فايدة. انت تسكتي خالص، تسكتي خالص، ده انتوا عصابة مع بعض. اسمعي يا بلبل انت، انا من دلوقتي رجلي على رجلك في كل حتة تروح لحد ما اشوف فلوسي وفلوس عبد العدل راحت فين. طيب تعالى معايا. هاتلي هدومي. طيب هوصل لغاية. استنى اما اشوف. هاتلي هدومي. طيب هاتلي هدومي يا حرمة. اللي تقدر تطلع بيه ان الحادثتين قام بيهم شخص واحد. ليه؟ لان المجني عليهم كلهم متفقين على ملامح واحدة. بيتهيألي يا فندم انه بيمارس نشاطه من مده بسيطه. بنيت استنتاجك ده على اي اساس؟ علشان ما وصلناش غير بلاغين، بلاغ الناس بتوع السفر وبلاغ الراجل ده. اتفضل انت. مش شاكرين دي؟ مش شرط يا فندم، جايز في ناس كتيره ما بلغتش. جايز. على العموم انا عامل خطه، بس الاول انا هوريكم الصوره اللي رسمها المصور من خلال اقوال المجني عليه. اتفضل من ده المصور. حاضر يا فندم. طب ما بلاش القمار دي. ما اقدرش، دي حاجة بقت في دمي، لازم ألعب كل يوم ولازم أخسر برضو كل يوم. تخسر؟ طب أنا هقولك على حاجة، ما تعلمني القمار دي وتلعب معايا، وأنت تخسر وأنا أكسب، وهو يبقى كده جحا أولى بلحم طور. لا مش هتكسب. مش هكسب؟ بقى أنت تخسر مع الناس كلاتي الغرب دول وتيجي معايا أنا وتقول لا. يا ابني مفيش حد بيكسب القمار، كله بيخسر. داء ولا يمكن حد يبطله. طب ما تعلمني القمار دي. لا يا اخي حرام عليا. يا سيدي مالكش صالح. اسمع بس انا هقول لك، انت بس واخد بالك تعلمني القمار دي وهو يمكن يركب معايا واكسب ولم تمن المحراب. لا 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 ما ينفعش. بس هقول لك انا يا بلبل، ده المكان اللي بستريح فيه. تعال خش برجلك اليمين. حاسب. تعال مالك؟ تعالى ما تيجي يا واد. هو ده المكان اللي انت بتستريح فيه؟ اه. ايه رايك؟ وعندك كهربا كمان؟ لكن انت ما انتش خايف تنام، تقوم من النوم تلاقيه كوم تراب عليك؟ يا سيدي يروح بلبل يجي 100 بلبل. تروح فين؟ رجلي على رجلك. على رأيك هلاقي زيك فين؟ ده انت لقطة. قلتلي انت منين يا له؟ انا من شمبارة، شمبارة الميموني، بلدنا دي مش على الخريطة. بس انا عايز اقولك على حاجة، محدش ضحك عليا غيرك. ما تزعلش يا رجب يا حبيبي، خليك رياضي سبور. الدنيا كده لازم يبقى فيها اللي زيي واللي زيك، اللي بياخد واللي بيتاخد منه. طب اللي زي يعيش ازاي؟ لازم ياخد. ايه واما واحنا ازاي نعيش من غير نكد؟ ده حتى ما يرضيش حد كده. اهي الكرشين اهي، يلا علمني بقى. ما بلاش. بتضحك على ايه؟ فاكر لما كنت اقول لك خد الفلوس شيلها معاك وانت تقول لي ما بلاش؟ فاكر؟ ده انت هتشوف يوم.
يلا علمني بقى يا ابني. طب قبل ما اعلمك القمار لازم اقول لك على حاجه. القمار ده بيودي في داهيه. شايف العيشه اللي انا عايشها دي؟ ما حلتش غير البدله والقميص اللي انا لابسه. بغسلهم كل يوم واستنى لما نشافوا عشان البسهم. ما حلتش حاجه رغم كل اللي بكسبه. ايوه انت هتقول لي على اللي بتكسبه؟ شوف اما اقول لك، انا لا حلت بدله ولا زكيته ولا اي حاجه. يلا علمني. انا حلمت حلم يا عمدي، اللهم اجعله خير. حلم ايه يا غبار؟ خير ان شاء الله. الولا رجل مال جاني في المنام انه سقط في بير غويط. بير ايه انت راخم؟ حاجه توغوش بحق وحقيقي يا عمدي. انا من رايي نبلغ البوليس. خبر ايه يا واد يا غباش؟ انت مالك ومن رجب يا واد يا غباش؟ انت مش شريت المحرات؟ يا هو يا اخوانا يا عالم، انا مش ضد رجب ولا حاجه، انا بس خايف عليه. عندك حق يا واد يا غباش، لازم نشوف لنا صرف دلوقتي. انا بقى الورق حلو، اعمل ايه دلوقتي؟ زود. ازود مهما زود ما تزعلش. لا مش هزعل. طب انا بزود واقول 3000 جنيه و50 قرش. اشمعنى يعني 50 قرش؟ أجرة القطر. يا واد يا فنجاري. ماشي يا عم، جاي معاك. معاك ايه؟ انا معايا فول. فول من اللي انت بتقول عليه دي. فول ايه؟ فول ست ثلاث ستات وثمانية اهو. ثمانية فول اهو. فول. تخسر يا عم. انا فول رواه، ثلاث رواهات وجوز اس. الشايب ده يكسب ثلاث ستات دول؟ طبعا. بس انا قربت اتعلم اهو. كلها 150 سنة وتبقى كويس جدا. انت هتعمل ايه دلوقتي؟ ما خبيش عليك يا رجب يا حبيبي، انا رايح برتيتو قمار. طب بقول ايه؟ ايه؟ انت معاك كده دلوقتي كام من صنف المعامل؟ اشمعنى يعني؟ بس طوعني. معايا 50 جنيه. طب ما 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 تسلفني. انت عايز تلعب؟ ايوه العب، بدل ما مش عارف اعمل حاجة. خلاص بقى الواحد يبوظ. يا واد يا فتك، انت هتتقوز علي؟ سلفني من اللي عليك ويخلص. لا لا يا رجب، انت ما تلعبش المرة دي. انت تيجي معايا تتفرج، وبعدين لما تتعلم اديك فلوس تلعب. موافق؟ وانا اقدر اقول لا؟ ده انا مصاريني في عبك. مصاريني في عبك؟ انت بتجيب الكلام ده منين؟ انت منين يالا قلت لي؟ انا من شبرت الميموني، مش على الخريطة. بس تعرف يا رجب، انا حبيتك ونفسي ومنعيني ارجع لك فلوسك وتشتري المحلات بتاعك. مش عارف ليه المرة دي يا سيبولبول قلبي مصدقك. طب معلش، يلا يلا. ايه ده؟ هتروح معايا كده؟ شوف انا عندي بلوفر ده عليا وبنطلون طويل قصر عليا، اجيبهم لك يبقوا عليك فل. ايوه عدة النصب القديمة. ايه ده؟ انت هتقوز علي؟ انت منين يا ولا؟ كوزين فاليه. كانت صغير. 3 4. عندك 3 اس. انا عارف ال 3 اس دول. تعالى رجب بيه. رجب بيه عين عيان شمبرت الميمون. ابراهيم بيه، سيد بيه، جلال بيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه ما بتلعبوش ليه؟ والله دكتور محمد ما جاش لغايه دلوقتي، ولا حسين جه ولا اسماعيل جه. طب هنعمل ايه؟ ده احنا 4. طب ما لعبان يا سيبولبول. ومالي يا بيه، اتفضل. ما بلاش انت رجب بيه. سيبه مدام له مزاج، اتفضل. ايه؟ وماله؟ خد 20 جنيه اهم، خسرتهم يجي لك مغص وتروح. واديك عارف البيت ما تضحناش، عارف الكنت والكنت الريال والفلوش والباص. باص تقيل. الباص ده بقى رصيده. وماله؟ حمار. يلا نلعب. مكانك يا استاذ سيد. اتفضل يا رجب بيه. اهلا وسهلا. اتفضل. منور يا رجب بيه. اهلا وسهلا. هتلعبوا ازاي؟ كل واحد فيش ب20 جنيه. لا لا لا، 20 جنيه ايه؟ لا احنا نلعب كاش، بلاش فيش ولا بتاع، كل واحد 10 جنيه. ماشي؟ ماشي. فين؟ ماشي يا رجب بيه؟ كل واحد 10 جنيه يا رجب بيه. اتفضل. اتفضل حط، خدهم يا اخو، خدهم البيت معاك. فتحنا 5 جنيه. خابط. باص. باص. أنا جاي. طب دلوقتي أنا عايز أدي أقول البصبوص دي اللي هي الباص بتاعتكوا دي يعني، ولا أقول طيب أنا أعمل إيه يا بلبل؟ الله يجازيك يا بلبل، جاي واحد لسه بيستهجى. إحنا ورانا إيه؟ ربنا يزود في الغشم عشان نكسب. قول جاي يا رجب وادفع 5 جنيه يا حبيبي. 2 كارت. نعم؟ 2 كارت. خد يا أخوي.
ثلاثة كارت. انت كمان ثلاثة كارت. سيرفي. يعني ايه؟ سيرفي يعني نايم. وانت كمان هتعسل؟ اتنين كارت. انت مش هتغير يا رجب؟ واني كمان كارت؟ كمان خمسة جنيه. انت ملحوق على ايه يا اخوي؟ ما تهبط شوية يا ابني، دي اصول لعب. انا جاي. اللي مش قد اللعب يقوم. خلاص يا سيدي ما تزعلش، حقك علي. انا جاي وانت جاي وانت. حر ونار في جتتكم. معاك ايه يا عم السيد؟ ثلاثة دام تكسب. فول اس. انا معايا جدع. تخسر. اكسب انا بقى. ليكم جلة متعاصب جلة. ان كان ورقك مش حديد ما تدخلش. حديد ولا زرنيخ؟ ده عامل زي القطر القشاش، مفيش حاجة بتقف قصاده. لك حش وسطر. فتحت بخمسة جنيه. ماشي. وني جاي. اتفضل. ورقك حلو يا رجب. حد عارف؟ يلا ان شاء الله ما حد حوش. كارتين. واحد. دي تلاتة كام؟ دلوقتي انا اغير ولا لا يا بلبل؟ يا ابني انا كنت شفت ورقك. الله، انت هتقعد تسأل طول الليل ولا ايه؟ ما يلعب لك احسن. طب يا اخويا ما تشخدش كده. ايه يعني لما كلنا نساعد بعض؟ طب دلوقتي انا عايز، طب انا ممكن اغيرهم كلهم؟ لا. طب اغير اربعة اتنين واحد. اغير واحد. قول عشر. تكسب يا عم. أنا أكسب بقى، لأنني معايا فول نسوان واتنين وحايد. أكسب يا بلبل. برافو يا رجل. لم الفلوس. ألم الفلوس دي؟ نلبكم جلة. 20 جنيه بلاين. 20 جنيه إيه؟ أنت بتلعب مع عالم هفية؟ خليتهم 30. ايوه كده، انا جاي. قول في دورك. مين اللي عليك كلام؟ انا. كام؟ فول دام. تكسب. استنى، طول بالك. دلوقتي يا بلبل انا معايا ماركة السجاير اللي انت قلت عليها دي. اهي، اسمه ايه؟ كنتو ريال. ارض لك يا جريش. تكسب يا رجب بيه. الف مبروك يا رجب بيه. لم. الم. بس انا احب اخد البرايز الاول. دي البهريز. ليلكم جله متعصب جله. لا ما دام الحكايه كده بقى، ده احنا نكبر اللعبه. ايوه نكبر يا اخويا. ما نكبرش ليه؟ انا ماشي دور. اهدى كله فلوس. ايوه ما انا عارف انها فلوس. فيش تحتيها حاجه تانية؟ اربع وحدات. انا احتاج. بلا تهتم بلا زفت. اسكت، لا اديك باللوكس في وشك. معاه حق. فرق كويس. فرق تاني. ماشي دول. 50 جنيه بلاين. 100 اوفر. وانت مش قلت معكش غير 50 جنيه بس؟ ده انت داهية. كارت. اتنين. واني اتنين كارت. كاري 8. مبروك. انا زي بتاع المرة اللي فاتت. الكنت ريال اهو. لم يا رجب بيه. مبروك. الف مبروك. ليلكم جله متعاصى جله. رجب رحت فين؟ رجب ايه؟ اعل صول. على مهلك يا رجب، مش كده؟ اسكت يا سيبولبول، خلينا نخلص. يا طابت يا اتنين عور. انا صلد 10 جنيه اهو. انا جاي وانت جاي. وانا جاي بصلد. انا معايا البتاع ده، هو اللي بيكسب دايما دي، اسمه الكنت. كنت ريال دي. مبروك. وانت يا سيد اهو بطلت. وانت بطلت؟ انا فلست خلاص. على خيرة الله.
ليلتكم جله متعاصب جله. سي بلبل انا هشتري المحرات وانت بقى خد بقيه الفلوس ليه؟ احط الفلوس مكانها. احط الفلوس مطرحها يعني ايه؟ بدل مش قد اللعب ما تبقاش تلع. ما صحش يا جرير عيب. لو كنت تعرف العيب ما تخليش واحد زي ده ياخد فلوسنا. انت هتعمل ايه؟ انا في عرضك يا بلبل. ما تخافش يا رجل، ما يقدرش يعمل بالمطوه دي حاجه. سيب الفلوس وامشي من قدامي الا اجيب كرشه. جرير سلامتك يا بلبل. سلامتك. وانت اللي بتقولها يا رجب. سامحني يا رجب، انا اذيتك كتير، معلش. انت ما اذيتنيش. انا ما كنتش عارف حاجه، انت اللي علمتني حاجه. ما تشوفوا حكيم، شوفوا حكيم بسرعه. الراجل روحه هتروح مننا. انا خلاص. ما تقولش كده، لازم يعملوا الواجب. ده انت صاحبهم. صاحبهم مش هيرضوا يجيبوا دكتور. دول اصحابي وانا عارفهم. على حد يجي يسنده انا انزل اجيب حكيم. انت غريب والغريب اعمى ولو كان بصير. عايزك تسامحني يا رجب، سامحني ارجوك. اني مسامحك يا بلبل، اني مسامحك. كده على طول نسيت كل اللي عملته فيك؟ انت طيب قوي يا رجب. كل اللي انت عملته فيها ده كوم، وكونك انك تموت بدالي ده كوم تاني. انا بصراحه يا بلبل اول مره اعرف انك شاه. محدش بيتولد جبان يا رجب، الظروف هي اللي بتعمل الجبان والشريف والشهم والنصاب. انا حاسس براحه، هرتاح ورايح ناس كتير. الناس لسه كنت قلت لي انت منين يا ولا؟ انا من شمبارة يا بلبل، شمبارة الميمونة. مش على الخريطة. بلبل 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 راح يا اخواني. عبروا عليكم. ام الفلوس. مين اللي قتل؟ ده اللي قتل ابو المعاطي. ابو المعاطي حبيب بلدياتي. اهلا اهلا.